حول الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول الدكتور عمار قناة. أهلا بك. بداية، في أي سياق دولي تأتي قمة سوتشي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان؟ تحياتي سيدتي الكريمة. باعتقادي أنها تأتي يعني في سياق استمرارية العلاقة الروسية التركية أولا، وثانيا يعني ما تمخض عنه من اللقاء قبل أسبوعين يعني في قمة طهران. واليوم نرى أن يعني الدور التركي هو بدأ يعني يبدو فاعلا في عدة أزمات يعني دولية، وهي مرتبطة يعني في روسيا وفي أيضا يعني في منظومة العلاقات الدولية. نعم. فهناك الكثير ما يربط يعني روسيا بتركيا، وممكن يعني تسمية هذه العلاقة بالعلاقة يعني الجدلية نوعا ما، وذلك يعني ضمن جملة من التوافقات وأيضا جملة من التناقضات. نعم. على رأسها طبعا يعني الملف السوري، قضية إدلب، وأهم نعم. ما في ذلك، وهي يعني مسألة المشروع باعتقادي أو الخطة يعني الأردوغانية فيما يتعلق يعني بالتمدد العسكري على الأراضي يعني السورية، والذي يعني لاقى الكثير من يعني الرفض من يعني مجموعة أستنا، من إيران وأيضا من روسيا. لذلك يعني اليوم يعني الموقف التركي متشدد يعني نوعا ما، وقد تعودنا يعني من خلال السياسة التركية على المحاولة يعني اللعب على التناقضات الدولية والتناقضات الإقليمية. لكن نعم. يعني بغض النظر، طيب سؤال آخر، ماذا عن أهم الملفات السياسية المرتقب مناقشتها في القمة؟ يعني ما صرح عنه باعتقادي يعني تكون من اهم الملفات، وهي يعني الملف السوري ومساله يعني التمدد العسكري او العمليه العسكريه التي ينوي يعني اردوغان شنها في الشمال السوري. وهذه المساله هي بالنسبه لاردوغان باعتقادي هي عمليه موجهه الى الداخل التركي، وذلك انه يعني مع اقتراب موعد الانتخابات المصيريه يعني لاردوغان وحزبه الحاكم في تركيا، هذه المسألة تشكل يعني نوعا من الأولويات. ثانيا يعني المسألة مسألة تصدير الحبوب يعني من أوكرانيا ومن روسيا. نعم. في هذه النقطة بالذات، تصدير الحبوب بالنظر لاتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب، هل تعتقد أن العلاقة الراهنة بين موسكو وأنقرة يمكن أن تثمر اتفاقا آخر بخصوص الحرب في أوكرانيا؟ لا أعتقد يعني ذلك. لقد رأينا المحاولات التركية، وكانت إسطنبول كمنصة يعني لهذه التفاوضات السياسية حول الأزمة الأوكرانية، لكن يعني دعينا نكون يعني واقعيين أن الأزمة هي ليست أزمة روسية أوكرانية، هي أزمة دولية يعني باتت واضحة ما بين روسيا والمنظومة الغربية. لكن يعني الحل السياسي هنا لا يكمن باعتقادي يعني من خلال التدخل أو الوساطة التركية، لكن يعني من خلال فقط يعني التفاوض المباشر ما بين روسيا والولايات المتحدة. لكن يعني منصة إسطنبول يعني ومكتب التنسيق حول يعني تصدير الحبوب، هذه أعطت يعني لتركيا أيضا يعني مكانة إيجابية في الإقليم وأيضا يعني في العالم. فلذلك اليوم يعني تركيا معنية يعني أيضا باستمرار هذه يعني العملية، عملية تصدير الحبوب، وروسيا أيضا، وذلك يعني يعطيهما القوة أن يعني روسيا هي ليست سببا ولم تكن يعني سببا في هذه الأزمة. شكرا لك. وتركيا توفر يعني هذه الأرضية. طيب، عبر سكايب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول الدكتور عمار قناة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات.